يعني والدي الشهيد الدكتور احمد طه ممكن تسمعوا لنا بالدخول. بشكركم على تعبكم ورعايه الدكتور وحي الصيادله كلهم وتكريمه لابني، ويا رب يوفقكم جميعا دايما ويبعد عنكم كل حاجه وحشه يا رب، ويكفيكم شر اللي حصل ان شاء الله، ويكون هو فدا لكل الصيادله كده. خالتي الشهيد احمد طه هو حز فينا كلنا، وحاجة جميلة ضاعت مننا كلنا الله يرحمه. بس بصراحة الكل واقف جنبينا، ما فيش واحد في النقابة ولا في الإدارة ولا في أي مكان في مصر أنا ما حس بينا. أنا طلبة طلب واحد، القصاص. إحنا مش هنرتاح ألم القصاص عشان صورته ما زالت قدام عينينا. إحنا مش قادرين ننسى المنظر. إحنا عايزين القصاص من الأربعة اللي قتلوه، نشوفهم هما بيشيلوا بنفس الأسلوب. القصاص إحنا مش عايزين غير كده، وكلكم عوض عن أحمد. إحنا عايزين القصاص عشان دمه يهدى وقلبنا يبرد. ونشكر الكل على حضور، ونشكر النقابة وأعضائها. الناس بصراحة ما سابوناش.